أعزائي المشاهدين، نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نساء وعطاء. هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على مختلف عطاءات المرأة الكويتية في كافة مجالات الحياة، ومع العطاء الوجداني، ومع روح الكلمة، ومع موسيقى الشعر، نلتقي والشاعرة قنيمة زيد الحرب. أهلا وسهلا. أمر طبيعي أختي قنيمة، أنت كشاعرة تربيتي أيضا في بيئة نقدر نسميها بيئة شعر، كون أن الوالد الله يرحمه ويقمد روحه لأنه شاعر نبطي كبير، أتحف الكويت بأشعار خالدة سجلت وحفظت في سجل التاريخ الكويتي. لو سألنا الشاعرة غنيمة زيد الحرب ما تأثير بيئة المنزل عليك كشاعرة؟ مثل ما تفضلتي، طبعا كان البيت هو المؤثر الأول والعامل الأساسي في تنمية موهبة الشعر عندي، فتأثرت بالوالد وكنت أستمع إلى قصائده وأحفظ بعضها، وأحيانا كنت أرددها على الأهل والأقارب، وكنت أحاول أحيانا أني أقلدها بكلمات طبعا كانت بسيطة ولكن فيها النفس الشعري. هذه طبعا البيئة اللي هي أول بيئة اكتشفت موهبتي وعملت على إبراز وأنضاج هذه الموهبة في سن مبكر، فمما دفعني أني أقول الشعر في مرحلة الطفولة الأولى. اختاري لنا أبيات من شعر الوالد. راح أختار لكم أبيات من قصيدة طويلة. هذه الأبيات اخترتها لأن فيها يصور الوالد المهن أو الحرف المهنية اللي كان يزاولها الكويتيون قبل النفط، وكلها حرف يدوية. هذه الأبيات تصور لنا لوحة من الكويت القديمة. يقول في هذه الأبيات: حنا هل الديرة وحنا لها عيال، وحنا ذراها في الليالي الصعيبة، وحنا عليها نكد بسنين لمحال، ليغار عنها الجن وخلا جليبة، ناس تكد الماي وناس بهيال، وناس على شيرج تجدح بهيبة، وهذا ترى حداق وهذاك جمال، وهذاك زاروع يعابل شريبة، وراعي الحضور يباري اليم ليسال، يخاف من لخمة ذنبها يصيبة، والقيض كلا جالب الغوص بحبال، ماين تمز رنيخ وزاد نهيبة، والغيص يشكي الضيم من بحر الأهوال، والسيب واقف دوم مثل النصيبة، ويركض على المجداف لي صاح يا مال، ونوم الملا بالليل ما نهتنيبه، ورحنا السفر والموج يا كنه جبال، في غبة فيها المنايا قريبة، لا حولنا ديرة ولا حولنا جال، ولا من ذرى بالضيج نبن التجيبه، إلا سواد الليل من دوننا حال، وبحر كثيف دوم تطبخ غبيبة، وكن السفينة حدرنا صابها هبال، تصعد وتنزل كل بحر تعديبة، وحنا نتهادر فوقها مثل الأفيال، وحنا نتهادر فوقها مثل الأفيال، وقصر المراجل لا اعتلى نعتليبة، نبغي نعدل صاغي الوقت ليمال، والرزج لوننا بحلج دابن نجيبه.
هذه قصيدة طويلة بس اخترت هذه الأبيات لأن مثل ما قلت تبين الحرف اللي كان يمارسها أجدادنا وآبائنا. بيئة المدرسة هل كان لها تأثير على الشاعرة قنينة زيد الحرب؟ طبعا بعد مرحلة الطفولة الأولى انتقلت إلى المدرسة وهي المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة، ولقيت هناك التشجيع كان استمرار لتشجيع البيت، فمدرساتي وبصورة خاصة مدرسات اللغة العربية كانوا يطلعون على نتاجاتي الشعرية ويشجعوني على الاستمرار في كتابة الشعر، فكنت أنشر محاولاتي الأولى في مجلة الحائط المدرسية. أيضا لم يقتصر التشجيع على المدرسات، هناك أيضا زميلاتي كانوا يستمعون إلى محاولاتي الأولى باهتمام وكانوا يشجعوني على الاستمرار. أيضا المكتبة المدرسية هيأت لي فرصة القراءة والاطلاع، وإلى جانب طبعا احنا تكلمنا عن بيئة البيت وبيئة المدرسة، أعتقد أن العامل الزمني له دور، وأقصد في هذا الفترة الزمنية اللي عشتها في طفولتي. ذيك الساعة لم تكن الحياة قد وصلت إلى التعقيد الحالي، كانت الحياة تتسم بالجمال والبساطة والنقاء، وإذا جاز التعبير كنا نشوف الأشياء بألوانها الطبيعية الزاهية قبل لا تصاب ونصاب إحنا بعد بالتلوث البيئي والفكري. أيضا كانت البيوت متقاربة متواصلة، المحبة بين الناس والتواصل بينهم، هذه العوامل كلها مجتمعة أدت إلى أو مثلت بيئة عندها الاستعداد لاستقبال الموهبة وبالتالي لإبراز هذه الموهبة في مرحلة مبكرة. لو سألنا الشاعرة قنيمة زيد الحرب عن بداية النشر، نشر القصائد، كيف كانت البداية؟ طبعا أنا تكلمت مساء عن المرحلة الأولى اللي هي الطفولة الأولى والمرحلة مرحلة المدرسة لما المرحلة المتوسطة. أعقبت هذه المرحلة مرحلة جديدة ممكن أني أسميها مرحلة كمون أو انطواء، لأن في هذه المرحلة أصبحت أحتفظ بقصائدي لنفسي ولا أجرؤ على نشرها، كانت عبارة عن مناجاة ذاتية لا تغادر أدراج المكتب. ربما لأني في هذا السن بديت أشعر بقيمة الكلمة وبمسؤوليتي تجاه ما أقول وما أكتب، وكنت أدرك أن قصائدي لم تصل إلى درجة من النضج تؤهلها للوصول إلى الآخرين. حتى عندما بعثت بقصيدتين إلى برنامجين أدبيين، أحدهما كان يبث من تلفزيون الكويت والثاني يذاع من الإذاعة، كان هذا في مرحلة في الستينيات تقريبا، كان سني بين 16 و18. بعثت بهاتين القصيدتين واكتفيت بتوقيع الحروف الأولى من اسمي، وأذيعت هاتان القصيدتان بطريقة جميلة جدا بدون أي حذف بدون أي تغيير أو تعديل، مع عبارات إطراء أسعدتني وتنبأت لي بمكانة في عالم الشعر. تميت أحتفظ بقصائدي حتى عام 74، حيث أجرت معي الأخت ليلى محمد صالح لقاء إذاعي ضمن برنامج كان برنامج خاص بالوالد أعدته
عن حياة الوالد وعن أشعاره. واستضافتني في هذا البرنامج تسألني عن الوالد وعن ذكرياتي مع الوالد وعن مدى تأثري بالوالد، وهل اكتسبت منه أو ورثت عنه موهبة الشعر. أعقبت هذا البرنامج، بعد أن أذيع هذا البرنامج، جاءتني مبادرة من جريدة الوطن يطلبون فيها إجراء مقابلة صحفية معي. في هذه المقابلة طبعا أيضا إلى جانب الحديث عن الوالد، سألوني عن بداياتي ونشرت بعض المحاولات وبعض البدايات في هذا اللقاء. بعد فترة أيضا نشرت لي الوطن قصيدة طويلة، أعتقد كانت بعنوان العودة أو الشاطئ، بس أعتبر أنا هذه القصيدة هي البداية الحقيقية لي. أيضا أعقبت هذه القصيدة المنشورة مبادرة من رابطة الأدباء، وأنا هنا أركز على المبادرات لأني من النوع اللي أخاف من النشر، كنت أعتقد أن قصائدي لم تصل بعد إلى مرحلة النشر، فهذه المبادرات ساعدتني وعطتني شيء من الثقة بالنفس. مبادرة رابطة الأدباء كانوا في هذه المبادرة يبدون استعدادهم لنشر قصائدي في مجلة البيان، وهي مجلة غنية عن التعريف، مجلة أدبية متخصصة تصدر عن رابطة الأدباء. وفعلا من ذاك الوقت نشرت لي البيان العديد من القصائد، بالإضافة إلى النشر في الصحف اليومية، وأيضا هناك مجلة العربي اللي نشرت لي أكثر من قصيدة. هل أوحت لك ذكرى الوالد بقصيدة؟ طبعا عندما نقول ذكرى الوالد طبعا أوحت لي بأكثر من قصيدة، ولكني أنا هنا لا أعني الذكرى السنوية لوفاته، بل أعني الذكرى اليومية، لأن الوالد على طول عايش في وجداننا وفي ذاكرتنا. من ضمن القصائد اللي قلتها في ذكرى الوالد أو اللي أوحت لي ذكرياتي مع الوالد فيها هذه القصيدة، القصيدة بعنوان بشتو أبي. تسرقني تأخذني من ظلم أيام الذكر، ومن عناء البرد من مداخل الشتاء، ألوذ من ثلوج الوقت في بشت أبي وأحتمي، تلك التي لا يرتديها زينة وإنما ليحتمي بها من المطر، من الرذاذ حين يدلهم الليل، حين تصرخ السماء، وحين يرحل المصيف، حين يهرب القمر، وحينما ينام البحر، حين يستقيل من قوافل السفر. تسرقني تأخذني من ظلم أيام الذكر، أذوب في غضون عشبة وأرتمي في حضن أيام أخر. كان يوم الاحتلال فاجعة لنا جميعا، كيف صورت الشاعرة قنيمة زيد الحرب هذه الفاجعة؟ طبعا الغزو كان بالنسبة لنا صدمة كبيرة، هذه الصدمة لابد من الاستجابة الغير عادية لها، لأن الحدث كان شيء غير عادي، فردة الفعل لابد أنها تكون غير عادية. طبعا استنكرنا من الداخل قبل أن نكون قادرين على النطق. بعد الفترات الأولى أو بعد اللحظات الأولى للاحتلال بدأت أكتب أولى أو أول قصيدة لي اللي من قصائدي اللي كتبتها تحت الاحتلال. هذه القصيدة أنجزتها في الساعات الأولى من يوم الخميس 2 أغسطس، وهي بعنوان بطاقة إلى أطفال الكويت. اذكري بعض أبيات من هذه القصيدة. هذه
قصيدة بعنوان بطاقة إلى أطفال الكويت. راح أقول لك بدايتها، الأبيات الأولى منها هي طويلة، ورح نكتفي في البداية وفي نهاية القصيدة. هجموا على أرض الكويت، أطفأوا الشمس التي تنتظر الفرحة في صبح الخميس، موسم الأعياد والأعراس، واجتثوا النهار من قلوب الأهل في أرض الكويت. إلى أن أقول في ختام القصيدة: أيها الأطفال، يا من تكتبون الغد للأجيال بالروح الأبية، دربوا المدفع والصاروخ حتى لا تصير الأرض مهدا للنعال البربرية. طبعا بعد هذه القصيدة كتبت العديد من القصائد خلال الشهور الحالكة، إلى أن كونت مجموعة تمت طباعتها بعد التحرير. الشاعرة قنيمة زيد الحرب ضيفة برنامج نساء وعطاء، حدثينا عن بقية الدواوين اللي كتبتيها. قبل الاحتلال وقبل الغزو العراقي كان عندي 3 مجموعات شعرية معدة للطباعة، ولكني كنت أأجل طباعتها حتى جاء الاحتلال. طبعا بعد التحرير كان أول ديوان مطبوع لي كما ذكرت هو القصائد اللي مكتوبة خلال فترة الاحتلال. وبعد هذه المجموعة أو صدور هذه المجموعة شجعني على أن أقدم للمطبعة مجموعاتي الشعرية اللي كانت يعني مهيئة للطباعة قبل فترة الغزو كما ذكرت. ففي بداية عام 93 صدر هذا الديوان وهو بعنوان هديل الحلم، ويضم القصائد الأولى. طبعا ليست الأولى بالنسبة لي كبداية أو كمحاولات، ولكن القصائد الأولى بالنسبة للقصائد التي بدأت تصل إلى مرحلة النضج. بعد هذا الديوان صدر منذ أيام المجموعة الثانية وهي أجنحة الرمال. هناك أيضا المجموعة الثالثة وهي خارج الكفن، وسأقدمها إن شاء الله إلى المطبعة في نهاية هذا الصيف. للشعر مجالات متعددة ومختلفة ومتشعبة. لو سألنا الشاعرة قنيمة زيد الحرب، ما هي مضامين قصائدك؟ قصائدي متنوعة المضامين، استوحيت فيها الكون والإنسان والطبيعة، وأيضا لبعض القصائد ذات الطابع الديني والقصائد الصوفية. القارئ لدواوينك يحس بنبض الطبيعة في ثنايا شعرك، فماذا تعني الطبيعة عند الشاعرة قنيمة زيد الحرب؟ الطبيعة بالنسبة لي تعني الشيء الكثير، وأنا أعتقد أن في داخل كل إنسان حنين فطري إلى الطبيعة. فإحنا لما تخنقنا المدينة نفر إلى الحدائق والشواطئ والصحارى، ومع أن الإنسان حبس نفسه بنفسه داخل أسوار الحديد والإسمنت، وعاش مختار داخل كهوف بناها من الرخام وأقفاص أقامها من الزجاج، ولكن يتوق ربما شعوريا أو لا شعوريا يتوق إلى الخروج من هذه الأسوار والعودة إلى الحياة البدائية الأولى. وحين يعجز عن الوصول الفعلي إذا إلى هذه الحياة، عندما يعجز عن العودة إلى هذه الحياة، فإنه يحاول الوصول إليها بخياله وبأحلامه، وهذا ما تجسده
لوحات الفنانين وقصائد الشعراء. الطبيعة بالنسبة لي اتخذتها في قصائدي كدرع وكملجأ وكرمز وكتعويض للواقع أو كبديل للواقع. في نهاية اللقاء نطلب من الشاعرة غنيمة زيد الحرب أن تقطف لنا زهرة من خمائلها الشعرية. اخترت للمشاهدين الأعزاء قصيدتين. القصيدة الأولى نقدر نسميها من أو نعتبرها من النوع الساخر، وهي في الواقع سخرية من الواقع أو ربما تكون اعتراف بالواقع. اسمها البريق. نحن في أزمنة الأسماء لا في زمن الإبداع فاصدح، كل شيء في حما اسمك رائع، وترنم أي حرف أي لحن تحت أضوائك ساطئ، فتغنى في زمان القحط والإحباط في عصر الفواجأ، كل حرف سوف يبدو تحت برق الاسم لامع. القصيدة الثانية التي أختارها لكم هي قصيدة من ديوان قصائد في قفص الاحتلال التي كتبت تحت الاحتلال، وهي قصيدة بعنوان الله أكبر. هذه القصيدة كتبتها في الذكرى الأولى للاحتلال بتاريخ 3/8/91 بعد التحرير تقريبا ب5 شهور. الله أكبر حرة أطلقتها فوق السطوح من اللظى المكنون، فجرتها فجر الخميس فأغرقت سحب الرصاص منازلي وحصوني، وتعقبت مقل الرصاص معاقلي ومداخلي ودواخلي وشجوني وعواطفي ومعاطفي ومعارفي ومواقفي وتنقلي وسكوني، وتتبعت وهج الحروف بأضلعي قد أشعلته محبتي وفتوني، بثرى الكويت فديتها بأحبتي وبمهجتي وحملتها بعيوني، فتخللت سحب الرصاص جوارحي كي تستبيح معازفي ولحوني، فتعثرت بالجمر بين جوانحي فتعثرت بالجمر بين جوانبي جمر المحبة للثرى يحميني، فتهشمت وتفحمت أوصالها وتكفنت في غلها الملعون. الله أكبر حرة أطلقتها يوم الفداء غرستها بيقيني، فتفتحت شمس الكويت بمهجتي شقراء تمسح دمعتي وأنيني، وسمعتها تشتو فطرت مغردا شهب الفضاء لمستها بيميني، قالت سأحتضن القلوب بأضلعي فجميعكم يوم الفداء بنيني، فغدا سأفرش للشهيد نواضري فتضيء من ألق الشهيد سنيني، وتذيب أغلال الأسير مدامعي فأكحل العينين بالمسجون، وتذيب أغلال الأسير مدامعي فأكحل العينين بالمسجون، ويكلل الظفر المؤزر هامتي فيشع من وهج الصمود جبيني، وأضم من سئم الشتات مضيعا جاب الوجود مشردا بجفوني، وأعود أما للجميع فترتدي مدن الجفاف مواسمي ومزوني. الله أكبر حرة أطلقتها يوم انتصرت لموطني ولديني
الواحد القهار في ملكوته، ملك الملوك على الطغاة معين. إن غنيمة زاد الحق ليست جديدة على الحياة الشعرية، فهي في بيت كان ربه شاعر من أكبر شعراء العامية في الكويت، وهو الشاعر الكبير زاد الحق، وهو رجل رحمه الله في غنى عن التعريف، ولكن لا شك أن أثره واضح في ابنته قريبة، حيث وجدناها مثله قد وهبت شعرها لكل قضايا الحياة على المستوى الشخصي وعلى المستوى الوطني وعلى المستوى القومي وعلى المستوى الإنساني. الجانب المهم في ذلك أن شعر قديم زاد الحق يمثل في رأي الشعر النسائي، حيث أن الثورة فيه والتمرد فيه مغلفا بغلاف وشفافية إنسانية قد لا يلحظها القارئ من أول مرة. وباسم برنامج نساء وعطاء نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للشاعرة قنيمة زيد الحرب على هذه الأمسية الرائعة. لقد أتحفتينا أخت قنيمة، وشكرا على هذا اللقاء المثمر. Thank you.